حب الجزر بأول نظر. كل ما يكون جزر. لا عم تمزح. لا. لا عم تمزح. قلت لك خد رورو عند حكيم العيون فصل له عوينات جايب له جزر. شو أنا تصرفت من عقلي؟ ما الدكتور قال لي طعمي جزر. الجزر بأول نظر. كل بي كل جزر. دكتور قال لك؟ طلع فيي غسان حط عينك بعيني. الدكتور قال لك ولا الخضرجي؟ يا حب روقي شوي روقي. خلينا نجرب الجزر. مش الحال مش الحال. ما مش الحال ساعتها أمرنا لله منجيب عوينات. حبيبي ابنك ما بيقشع بالمرة أعمى أصلا ما بيعرف اتجاهات لطلوع ولا نزول ولا شيء بالمرة. حاجة تبالغي يا حب. ما بيش يصبر. مش عايز قاوتة. مش عايز قاوتة. كيفك يا معوض؟ كيفك يا أستاذ عامل إيه؟ ماشي الحال. مين هولي؟ العيال الصغيرين دول. دول طالعين فوق عند الأستاذ عودة الساكن الجديد بشغل مدرس. الساكن الجديد عنا مدرس؟ أيوة بيدي دروس خصوصية يا باشا. بس بسم الله ما شاء الله بيقولوا إن سمعته زي جنيه الذهب. أيوة والله العظيم. بيعطي دروس عنا هون بالبداية؟ أمال يا باشا بيدي دروس مساج. أيوة باشا بأطفال هي بتطلع تاخد دروس فوق. معوض بتعرف قد ايه بياخد؟ لا يا باشا والله الشهادة لله. بس أقول لك على حاجة يعني هو الراجل ده قريب مني. أنا ممكن أكلمه لك وهيعمل لك ديسكاون. يا سلام لم. أي والله عشان خاطرك أنت بس يا باشا. أحلى عالم. حبيبي يا باشا. يلا يعطيك العافية. مشان طيب يا باشا. مشان طيب. حبيبي. ديسكاون. أستاذ عودة. صف. لحظة. إيه ده يا باشا؟ هاي بتكفي. يعطيك العافية. هي من ناحية بتكفي. بتكفي يا باشا. كل بعد جفو كل كل جزر. أيوة باي شارلوت. باي يا حبيبتي. كل كل من هاي كمان. شو كل باي فرفضة اليوم بحبحة. حب الجزر بأول نظر. كل باي كل جزر. لا عم تمزح. إيه؟ لا عم تمزح. قلت لك خد رورو عند حكيم العيون فصل له عوينات جايب له جزر. شو انا تصرفت من عقلي؟ ما الدكتور قال لي طعمي جزر. الجزر بأول نظر. كل بي كل جزر. الدكتور قال لك؟ طلع فيي غسان حط عينك بعيني. الدكتور قال لك ولا الخضرجي؟ يا حب روقي شوي روقي. خلينا نجرب الجزر. مش الحال مش الحال. ما مش الحال ساعتها امرنا لله منجيب عوينات. حبيبي ابنك ما بيقشع بالمرة أعمى أصلا ما بيعرف اتجاهات لطلوع ولا نزول ولا شيء بالمرة. حاجة تبالغي يا حب. ما بيش يصبي. بي شو بطل يسمع كمان؟ بي حبيبي قد ايه هول؟ 7. يا سلام لم. شفت فرقة معه 2 بس عم بيتحسن. ما شاء الله ما شاء الله. على فكرة أنت متخلف. كلك ذوق حبيبي. كل بي. كل أيوه. أيوه. ده أنا التخلف ضارب معك ضربته يعني. هيدا من ذوقك. الله يا ميساء. الله يا ميساء. تعب وشقاء من الصبح حتى المساء. والله بتشتكي؟ مش ده كان قرارك ان احنا نسيب العيال وتيجي تشتغل هنا؟ حبيبتي ميساء انت الوحيدة اللي عارفة اللي فيها يا حبيبي. ما انت عارفة بعنا اللي ورانا واللي قدامنا بعد ما انكسرنا وجينا على هنا. هنقعد يومين هنقعد شهرين هنقعد سنتين هناخد القرشين ونرجع للعيال. بس أنا محضر لك مفاجأة. هعمل لك شهر عسل زي الذي كان والذي عمره ما كان. ده إيه الغتاتة دي؟ ده مين الغتت اللي جاي في الوقت ده؟ خليني أشوف مين. وأنا أقوم أسخن المي. طيب ايوه مصلح. لا اله الا الله. ايوه مساء الخير. عليكم السلام. اهلا بتصور. يسعد مساك استاذ. انا اسمي غسان جارك فوق بالبنايه.
نعم بدلعوني غصه، وهي مرتي رزان، وهيدا ابني ورمان مروان. اهلا وسهلا يعني، بس اموره في حاجه؟ جار لا عرفنا انه حضرتك مدرس. اسم الله عليك مدرس، قطعت دروس خصوصيه. فاكر من هيك نحن جينا لحتى بركي مروان ابننا بياخذ دروس خصوصيه عندك، ما قول عم نزعجك. اي بس هو مش عايز، ما شاء الله ذكي كثير صبي فلتة والله. إيه بس قلنا بنخليه يتسقف شوي. يتسقف؟ طب حضرتك اذا عايز يتسقف سقفوه برا، حطوا له اي سقف عالي. جاي لي ليه في الوقت ده؟ شو موضوع؟ ايوه تمام. بس بقول لحضرتك ايه، ما عندكش كمان ولدين ثلاثه قرايبه واصحابه ولاد خالاته وعماته؟ لحظه في اوفرات؟ بتعمل اوفرات حضرتك؟ بتعمل عروضات مثلا مع كل درسين درس خصوصي هيك زياده ببلاش؟ خبر ايه يا استاذ؟ غتوا متوا غسوا غسوا غسوا؟ احنا فاتحين مانيفاتوره هنا ولا بنبيع بالجمله والقطاعي؟ انا ممكن اعمل لحضرتك برضو يعني عرض خاص، كل ولدين عليهم نص ولد وكده يعني، ما فيهاش حاجه. على فكره انا باخد على الشخص كبير صغير مروان منتفخ اي حاجه 100 اهيف، واذا اتفقنا دلوقتي العربون من فضلك على طول. طيب نرجع غير مرة إن شاء الله. لا بتفعله. ماشي. إيه. يلا. تفضل. كويس تمام. أوكي. تمام. لحظة. أيوة هنا في. ده كده أيوة خالص. مرسي كتير مسيو عودي، وبدي أقول لك ملاحظة يمكن هلأ هي مش كتير مهمة، بس إنه خليها بعين الاعتبار. الصبي ما بيقشع ما بيشوف، بس ما بيقشعش؟ لا ما بيشوف. يلا روح. تعال يا ابني. رايح فين؟ مكانك هنا يا ابني. تعال مكانك هنا، اقعد هنا. بص السبورة اقرأ.